محطات بركة للطاقة النووية السلمية تعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتقوم بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إنتاج طاقة كهربائية وفيرة وصديقة للبيئة على مدار الساعة. كما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومن خلال ذراعها التشغيلية شركة نواة للطاقة التزمت بمستوى متقدم من السلامة والأمان خلال العمليات التشغيلية في أولى محطات براكة، وذلك قياساً إلى المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمان والسلامة التشغيلية. وهذا ما أكدته الوكالة في بيان لها، حيث أكدت ارتياحها بهذا المستوى من تعزيز الأمان والسلامة النووية في براكة. هذا وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المستقلة في دولة الإمارات والمسؤولة عن تنظيم القطاع النووي، كانت قد أصدرت رخصة تشغيل المحطة الأولى في فبراير 2020، حيث بدأ تشغيل مفاعل المحطة في يوليو 2020 قبل بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة في إبريل 2021. ثم تبعتها المحطة الثانية مع صدور رخصتها التشغيلية في مارس 2021 لتبدأ التشغيل التجاري في مارس 2022. كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل المحطة الثالثة في يونيو 2022، وتجرى حالياً الاستعدادات النهائية لبداية تشغيلها في وقت تجري فيه الاستعدادات النهائية لمرحلة العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة والأخيرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية.